بدك تحكي لي مين اقوى، ذاكره المراه ولا الرجل؟ مراه. كيف بتتذكر كثير تفاصيل؟ يعني هي معروفه علميا انه هي كثير بتدخل بالتفاصيل، اما الرجال اجمالا يعني بتذكر بشكل عام يعني ما كثير. بتحسب حسابات لمية شغله يعني، بتضل مراقبه الزلمه من بعيد يعني، تحسي انه تحط عيونه معه وين ما راح وين ما اجى. المراه ذاكرتها اقوى؟ طبعا. شو الشغلات بتذكريها هو ما بيتذكرها؟ شغلات بسيطه يعني، عندها هي اهتمامات بسيطه بالارقام اللي هي، بس انه انا بتذكرها اكثر. والدتي اذا هلا بدق لها تليفون وبسالها على شيء بالبيت وين، بتقول بمحل الفلاني وفعلا بيكون موجود. اما اذا بدق لها اخي او لشاب رح يقول لي ما بعرف، متاكد يعني انا من الشيء. تفاصيل مهمه، تواريخ، اسماء الاشخاص وغيرها كثير من الاشياء الهامه عند المراه يمكن ينساها الرجل. بس لا شك انه الامر كله بيتعلق بالذاكره اللي بتكون اقوى عند النساء. اوضح علماء من السويد وبعد اكثر من 600 دراسه علميه على حوالي 1.5 مليون انسان انه النساء بتتمتع بذاكره عرضيه والرجال بذاكره مكانيه. هالحكي خلال 1973 لل 2003. توصل الباحثون انه الذاكره العرضيه عند النساء أفضل، لهيك بيتذكروا تفاصيل الأحداث اللي مرت خلال حياتهم. النساء تتذكر الوجوه أفضل من الرجال، هاد بيدل على أنه الذاكرة الحسية متطورة عندهم، لهيك بتلاحظ النساء اختلاف الروائح بشكل أفضل، بس الرجال أفضل بتذكر المعلومات المكانية، مثلاً وين صف السيارة. وفقاً للعلماء الذاكرة العرضية أكثر حساسية مقارنة بأنواع الذاكرة الأخرى، لهيك تتأثر أكثر من غيرها بالعوامل السلبية مثل قلة النوم، الإجهاد والشيخوخة. وحسب دراسة أجراها علماء من الولايات المتحدة الأمريكية بينت نتائجها أن ذاكرة المرأة بمنتصف العمر أفضل من ذاكرة الرجل، لكن بعد انقطاع الطمث تسوء. وقالوا أن نحو 75% من الرجال والنساء بيعانوا من مشاكل بالذاكرة كلما تقدم بهم العمر، لكن لا تزال المرأة تتفوق على الرجل لما يتعلق الأمر بوظيفة الذاكرة حتى منتصف العمر ومرحلة الشيخوخة.